اعزائي مشاهدي يلا كوره في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من ذا ماسك. معانا النهارده مهاجم هداف، مهاجم قناص، مهاجم كبير، معانا كابتن عرفة السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق. برحب بيك كابتن عرفة. برحب بيك يا عبد الرحمن وبرحب ببرنامج، ويا رب يكون برنامج خفيف ان شاء الله. ان شاء الله. طمنا عليك، كله كويس؟ انا تمام والله الحمد لله. عايز اروح بيك بقى للتجربه الاهم في مسيرتك وهي تجربه نادي الزمالك. عايز اعرف منك بقى الكواليس الاول، انضمامك لنادي الزمالك كان صعب جدا وكان بصعوبه جدا من نادي الجونه، ايه اللي حصل والكواليس وازاي رحت نادي الزمالك؟ هو كان في مفاوضات ساعتها، كان الاهلي والزمالك، بس انا ساعتها كنت يعني فضلت ان اروح الزمالك. انا طبعا كنت زملكاوي طبعا وعائلتي كلها، بس انا قابلني حاجات كتير يعني صعبه في نادي الزمالك، مش عايز اتكلم في حاجات كتير حصلت ما كانش ينفع اتكلم فيها. بس ايه اللي حصل بقى وقتها؟ دلوقتي الناس تعرف انت ليه ما خدتش فرصتك الكامله في نادي الزمالك. لا اصل الامور كلها كانت في نادي الزمالك الفتره دي كانت مش فتره كوره، يعني امور كلها كانت بعيده عن كره القدم، يعني لازم تعمل حاجات معينه عشان تلعب، ولازم مواضيع ما لهاش دعوه بالكوره خالص، بس اللي هي كانت فتره مش بالنسبه ليا مش فتره احسن حاجه، ما خدتش فرصتي طبعا. فضلت طبعا اروح الزمالك عن الاهلي فتره، ما يعني بعتبرها ما حصلتش يعني بالنسبه لي فتره نادي الزمالك. التواجد فيه ما حصلتش، بمعنى ان انت ما خدتش فرصتك فيها، ولا من الاساس لا انت بالنسبه لك كان الاختيار مش موفق؟ لا، ان انا ضحيت في نادي الزمالك ان انا اتنزلت عن فلوسي في الجونه وانا ماشي، يعني عقدي ما كانش كبير صغير، اصغر عقد في الزمالك. ضحيت بقى، ما كنتش باخد فلوس، كانت في ناس معينه هي اللي بتاخد وناس لا. احنا ما كناش بنلاقي طبعا ندفع ايجار البيت، حاجات كتيره قوي في نادي الزمالك ما كانتش تساعدك ان انت تلعب كوره اصلا. انت رحت من الجونه للزمالك، فايه اللي حصل؟ يعني انت ما خدتش فلوس، ولا اتنزلت عن فلوسك في الجونه، ولا الصفقه تمت ازاي؟ الصفقة تمت ان انا يعني المفروض وقفت على كان 1,500,000، انا يعني كانت واقفة على 500,000، فانا ضحيت ان انا مثلا ايه هتنازل عن فلوسي اللي في الجونة اللي ليا ويعني واتخصموا مني مثلا في نادي الزمالك. الموضوع كان تمام، رحت نادي الزمالك طبعا الموضوع ما تمش، باظ اول مرة، تاني مرة رجعت كان واقف برضو على الفلوس، قلت لهم يا جماعة خلاص انا هاخد الجونة، ما كانش ضامن الزمالك، فانا اخدت الفلوس قلت لهم خلاص همضي الشيكات على نفسي ان انا لو الزمالك ما دفعش للجونه انا هدفع الفلوس. حصل كده طبعا، ولما كتبت الشيكات على نفسي في نادي الزمالك ضحيت بقى عشان تروح الزمالك خلاص. ضحيت والصفقه تمت. والصفقه تمت، انا كتبت الشيكات للجونه كلها عليا انا. باسمك انت؟ باسمي انا. فلما خلاص الصفقه تمت وخلاص، وطبعا المفروض ان انا ليا مقدم ان انا اخد قد النادي الجونه طبعا، ولا خدت مقدمي انا ولا فلوس الجونه. فالجونه طبعا رفع الشيكات دي ان انا ايه ليا فلوس ماليش دعوه، انت اللي ضامن، فاتخذ عليا طبعا حكم، فاضطريت ان انا ادفع الفلوس دي لمين؟ للجونه. من جيبك؟ من جيبي. في نفس الوقت انا ما خدتش اي جنيه من نادي الزمالك خالص خالص. يعني انت السنه اللي لعبتها في نادي الزمالك ولا السنه ولا لعب ولا لعب ولا فلوس ولا اي حاجه؟ خدتش فيها اي حاجه خالص؟ والله ولا اي حاجه. وعقدك ما خدتوش؟ لقيت عقدك؟ عادي ما خدتوش. خصومات طبعا، وانا ما لعبتش غير مثلا بتاع 6-7 ماتشات، كان فيهم 4 ماتشات مع كابتن ميدو وماتشين من بره مع كابتن حلمي، وماتش تاني كان اخر ماتش يعني ما يتحسبش يعني. طب انت جاي من الجونه وهم داخلين صراع عليك من النادي الاهلي، وانت رغبتك اللي حسمت الانضمام للزمالك، هم عارفين هم جايبين لعيب يجي يلعب اساسي على طول، لعيب يجي يشيل الفرقه، المبلغ اللي اتدفع فيك برده مبلغ كبير في وقتها، كبير جدا. ايه اللي حصل؟ طب ليه ده ما حصلش جوه نادي الزمالك ان انت ما لعبتش؟ هو نادي انا كنت جاي لسه مش جاهز، فقالوا لي المفروض ان انا بتجهز الفتره دي كلها، ان انا بتجهز واخش. الفتره دي كانت صعبه قوي، ان كنا يعني الزمالك كان وحش قوي، فهم خايفين يدخلوا اي حد جديد يتحرق، او مثلا مش خايفين مثلا يحصل حاجه بتاع، هي الامور كلها كانت ماشيه مش حلو يعني. السنه بتاعتي دي كانت يمكن اوحش سنه في نادي الزمالك. والله بس فهي الامور كلها ما جاتش مظبوطه في الفتره دي، بس تجربة بالنسبة لي مش حلوة، بس المفروض يعني ان انا زملكاوي يعني انت هنا
انت لعيبه نادي الزمالك كبار عارفينك، سواء كابتن عبد الواحد سواء كابتن فتح الله، اللعيبه اللي موجوده او الكبار بتوع الفرقه عارفينك، وانا عارف انت كنت قريب منهم. مفيش حد دعم من دول ان انت تخش ويبقى ليك تواجد ويبقى واقف في ظهرك؟ هي الفتره دي كانت اصلا يعني حتى اللي بيلعبوا الكبار فتره وحشه بالنسبه لهم قوي، يعني ولا دوري ولا مفيش غير خدنا كاس مصر وكان في الاول، بعد كده الامور بدات تبقى من اسوا لاسوا، ولا فلوس طبعا، مفيش فلوس داخله، مفيش رعايه، مفيش اي حاجه طبعا، الجماهير مش في ظهرك في الوقت ده، كانت الموضوع كان صعب من كل حاجه. فان انت كنت تخش الفتره دي اصلا صعبه قوي، يعني هما كانوا حتى المدرب اللي كان بيبقى موجود خايف يدخل حد اللي هو مش عارف هو مستواه عامل ايه دلوقتي، الجماهير هتزوم عليه. هو الفتره دي كانت فتره من كل حاجه صعبه. ازاي بقى انت المفروض لما بتروح نادي بيبقى ليك عقد، ليك اقساط شهريه، ازاي ده انت ما حصلش معاك في نادي الزمالك؟ لا اقساط ايه، ما كانش فيه اصلا ايجار بيت، يعني انا جالي فتره انا وجنش كنا احنا الاثنين يعني بنقعد في بيت ما كانش معانا ندفع الايجار. للدرجه دي؟ والله كنا بنتسلف فلوس ان احنا ندفع ايجار فتره طويله، كنت كل واحد كان عنده بيت، سيبنا البيتين وبقينا في بيت واحد ومش عارفين ندفع الايجار فتره يعني لولا ان احنا كنا بنجيب، يعني انا مثلا اجيب فلوس اقعد اتصرف اعمل عشان ندفع ايجار، لولا كده ما يعني ده حتى الايجار. طب الاكل بيت والشرب ومروح التمرين كنتوا بتعملوا فيه ايه؟ لا ده كنا اي حاجه. لا هي فترة كانت صعبة جدا جدا، يعني مش ما يعني كان عبد الشافي اتكلم قبل كده ان قال ان ما كانش معايا بنزين العربية عشان اجيب التمرين. لا في ناس كانت بتيجي بالموتوسيكل، يعني يروح مثلا في كذا حد في النادي يروح يجيبنا مثلا بالموتوسيكل عشان احنا مش عارفين نتحرك بالعربيات. ياه؟ والله لا فترة للنسيان؟ ريجيم قوي جدا. طيب انت قلت انا يتعمل لي تمثال في نادي الزمالك قبل كده في حديث تلفزيوني ليك مع ابراهيم فايق، قلت انا يتعمل لي تمثال في نادي الزمالك بسبب الظروف دي كلها وبسبب اللي حصل لك؟ ممكن عشان انا ما يعني ما اتحطتش في حاجه زي كده قبل كده، وشايف ان انا ضحيت عشان كنت طبعا العب لنادي الزمالك، طبعا نادي كبير ومن احسن انديه في مصر، كنت عايز العب في نادي الزمالك، كنت عايز اخد فرصتي طبعا، كنت عايز اعمل حاجات كتير، ما عرفتش يعني الظروف نفسها ما عرفتش اتاقلم فيها. لا خالص من كل حاجه بقى، يعني ولا حتى مدرب واقف جنبك ولا لعيبه طبعا، ولا انت داخل مكان انت مش عارف تعمل ايه، عمال تتلطش يمين وشمال ومش عارف تخش فين، فالموضوع كان بالنسبه لي صعب قوي، يعني انا شايف ان انا ضحيت وحتى العقد طبعا ما خدتش ولا فلوس، انا طالع انا قلت قبل كده طالع من نادي الزمالك مديون، اول مره تحصل لعيب كوره يطلع من نادي مديون، يعني ما ياخدش فلوس، لا ده بيطلع مديون، فهي فتره كانت صعبه بالنسبه لي، انا ما خدتش فرصه طبعا وما يعني ما يعتبر ما عملتش حاجه يعني. طب ليه السنه الثانيه لما كانوا عايزينك تقعد انت ما رضيتش؟ لا عشان الامور دي كلها ما ينفعش اقعد، يعني انا كان ساعتها كابتن حسام حسن جه مسك قعد يقول لي اقعد وهديك فرصتك ومش عارف، بس انا كان الموضوع بالنسبه لي كان لا مش قادر اكمل دقيقه تاني في النادي، طبعا مشيت وما خدتش فلوس وما خدتش حاجه، بس انا كان اهم حاجه عندي امشي، يعني امشي عشان انا الفتره دي النفسيه اصلا ما كانتش احسن حاجه وما كنتش هقدر ادي ولا دقيقه تاني، فكان لازم امشي. يعني انت لسه ليك مستحقات في نادي الزمالك؟ لسه ليه؟ لسه ليه، بس خلاص بقى يعني مسامح فيهم ولا ايه؟ لا مسامح خلاص، ده اعتراف رسمي مسامح في بيت مستحقاتك. اعتراف. طيب لو هاخدك للسؤال بقى الاهم، اتظلمت في الزمالك من كلامك ده ولا كان برضو انت عليك جزء نقدر نقول قصرت شويه في حق نفسك فيه؟ لا انا شايف ان انا اتظلمت طبعا، انا من اول ما جيت انا اول حاجه عملتها ان انا ضحيت ان انا اروح نادي الزمالك، فتنزلت عن فلوسي في 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 الجونة. في الجونه، ولما رحت النادي قالوا لي احنا مش يعني مش مطمنين ان الزمالك هيدفع الفلوس، عشان الفتره دي ما كانش فيها فلوس خالص، فانا كتبت الفلوس دي كمان عليا، فانت ضحيت بس ما لقيتش ده جوه نادي الزمالك انه تقدر بالشكل الكافي. المفروض حتى لو انا في مشكله المفروض اخد الفلوس دي ادفعها الاول، يعني ان هم انا يعني شايفين ان انا ضحيت وكذا كذا، والمفروض ان انا اخد الفلوس الاول دي ادفعها
طبعا كنت بقعد اتكلم ما حدش كان بيسمح طبعا وما فيش اي حاجه. فاضطريت ان انا تدفع من ادفع انا من معايا وخلاص اتاخد حكم ان انا لازم ادفع. واتكلمت مع الناس بتاع الجونه قالوا لي ما لناش دعوه انت ضامن. خلصت الزمالك بقى ورحت على الفتره الاكثر توهجا ليك في طلائع الجيش. رحت طلائع الجيش هاتريك في هاتريك في هاتريك في منتخب مصر. اعتقد دي كانت الفتره الافضل بعد الزمالك. لا الفتره دي بالنسبه لي كانت لازم تحدي يعني ان انا ماشي من نادي الزمالك طبعا ما خدتش فرصتي مع فتره صعبه قوي طالع منها يعني يعتبر ما لعبتش غير 6-7 ماتشات مع لازم كنت يعني اتحول ما ينفعش ما كنتش يعني تبقى حاجه ثانيه حاجه ثانيه خلاص هتبدا الكيرف ينزل مش هتبقى خلاص. فتره نادي الجيش بقى يعني بالنسبه لي من احسن فتره بالنسبه لي في الكوره. اول ماتش طبعا ثلاث جوان في ثلاث جوان منتخب دي احسن فترات يمكن سنتين بس السنتين من احسن سنتين لعبتهم يعني. رحت الجيش من الجيش بقى قدرت انت تحقق الحلم الاكبر انك تروح منتخب مصر. انت كنت عايز تروح المنتخب من الزمالك بس انت حققته من طلائع الجيش. اكيد ده بالنسبه لك فرحته بتبقى اقوى واكبر. لا بص هو طلائع الجيش نادي يعني بيهيئ لك كل حاجه بصراحه يعني منظومه منظمه فلوسك في وقتها كل حاجه حتى لو العقد مش اكبر حاجه بس انت بتبقى مستريح نفسيا جدا بيوفر لك كل حاجه يعني. الفتره دي يعني كنت تقدر تعمل اي حاجه يعني انا لولا الاصابه كنت ممكن اللي جوانا ابقى معدي مثلا 20 جون بس هي جات لي اصابه في الاخر كده اللي هي بعد المنتخب كانت هي دي اللي وقفتني شويه. بس الفتره بتاع نادي الجيش دي احسن فتره بالنسبه لي بعدها المنتخب طبعا. رحت برضو كان المنتخب فتره صعبه جدا تصفيات افريقيا ما صعدناش السنه دي. لعبت هي شاركت في ماتشين ماتش السنغال وماتش تونس بس يعني انا شايف ان انا يعني لما نزلت كان في تغيير و ده مع كابتن شوقي غريب وساعتها يعني طبعا بتبقى فرحه مش طبيعيه لما تروح المنتخب وتشارك بالذات بره الاهلي والزمالك طبعا وكان اول مره ليا فبتبقى بالنسبه لك حلم يعني. لا انا بقى عايز اعرف انت رحت المنتخب كان مين موجود هناك من اللعيبه؟ انا عارف ان الفتره دي كان تغيير جلد للمنتخب زي ما بيقولوا. كان موجود كابتن حسام غالي كان موجود محمد صلاح النني طارق علي جبر تريزيجيه ناس كتير يعني وعماد متعب كابتن عصام الحضري محمد صبحي كان مين في خط الهجوم؟ كنت انا وخالد قمر وعماد متعب. كابتن شوقي بقى غريب بقى انا عارف ان هو ليه كده افيهات في النص كده كان بيقول لكم ايه بقى في المحاضره اللي قبل الماتش؟ لا هو كان الفتره اللي انا رحت فيها كانت الدنيا مشدوده شويه ما كانش يعني الافيهات كانت قليله شويه عشان الفتره اللي انا رحت فيها كان لازم الماتشين نكسبهم ان احنا نصعد او 4 بونت من ماتشين. طبعا احنا اول ماتش خسرناه فالدنيا كانت مشدوده جدا وتاني ماتش برده خسرناه تونس في تونس فالدنيا كانت صعبه برده شويه يمكن لو انا رحت في فتره غير دي برده كنت هبقى احسن برده. انت ايه حظك ايه الزمالك فتره صعبه المنتخب فتره صعبه. والله. طيب من بعد طلائع الجيش بقى كان جاي لك عروض كتيره وكان جاي لك ان انت ترجع الزمالك تاني وعلى الرغم من ده انت رحت وادي دجله. ليه ما رجعتش الزمالك تاني وهم كانوا عايزينك وقدموا عرض رسمي؟ لا انا كان جالي كذا حاجه بره كان جاي لها ساعتها كذا حاجه بره بس ما ظبطتش ساعتها وكان قدامي وادي دجله وانبي والزمالك كان يعني كله كان كلام بس انا ما كنتش حابب ارجع برضو للتجربه هي هفضل اعاني ان انا مثلا في مشاكل طول الوقت مش هبقى مستريح مش هعرف ادي في نادي الزمالك في الفتره اللي انا يعني انا كنت لسه ماشي قبلها بسنه فمش هقدر ارجع تاني. لا انا ما كنتش حابب ان انا ارجع تاني كنت حابب اخد تجربه تانيه. كان ساعتها وادي دجله عندهم ليرز في بلجيكا وكانوا مكلمين ان انا يعني لو مشيت كويس ان شاء الله اروح هناك كنت انا حابب كده فده اللي شجعك ده اللي شجعني ان انا اروح وادي دجله. الامور مشيت هناك اول سنه كويس؟ اول سنه مشيت كويس جدا رحت برده منتخب مع كابتن ميدو
ودي برضو من السنين اللي بعد الجيش كويسة جدا. وطبعا منتخب، لما بتروح منتخب برضو من نادي بتبقى انت الوحيد اللي رايح، وقبلها السنة اللي قبلها كنت رايح من الجيش، بتبقى فرصة حلوة قوي ان انت رايح منتخب، دي احساس حلو قوي، تبقى عايز الموضوع يستمر. طبعا انت بتبقى في المنتخب من اندية صغيرة، فبيبقى فرحتها اكبر من فرحة الاندية الكبيرة. مشانك من دجلة بقى كان مفاجئ للناس كلها ساعتها، هداف الفرقة، بتروح منتخب ماشي بشكل كويس، ايه اللي حصل فخلاك تمشي في يناير كده مرة واحدة؟ لا انا مشيت في اخر السنة، مشيتش في يناير، انا قعدت اول سنة. تاني سنة بقى يعني كان انبي عايز يعمل تيم تقيل، يعني ان هو يخش بيه ياخد مركز بس فقررت انا، يعني لقيت دجلة بدأ برضو يقلل في الميزانية وبدأ بقى يعني يدخل بقى اللعيبة الصغيرين فمشيت بقى اخر السنة، كنت اتبعت لانبي. طيب لو عايز اتكلم معاك عن فترتك في دجلة افضل ولا في انبي؟ هو انبي انا قعدت فيه 3 سنين، يعني مشيت في رابع سنة. بالنسبة لي انا وادي دجلة طبعا، عشان اول سنة في انبي بالنسبة لي كانت كويسة جدا يعني، بس هي الفترة اللي انت بتروح فيها المنتخب تبقى احسن فتراتك طبيعي، يعني ان انت بتروح يمكن في انبي ما اول سنه بس هي اللي كويسه، تاني سنه وتالت سنه يعني كويسين برضو بس مش زي انبي ومش زي دجله والجيش. واتصبت رابع سنه طبعا صليبي وبدا بقى الكيرف ينزل، فبالنسبه لي انا دجله والجيش دول احسن فترتين. من انبي رحت لسموحه، سموحه ليه الدنيا ما مشيتش؟ سموح انا اول مره رحت في اخر يوم في القيد، رحت اخر دقيقه في القيد، الموضوع كان بايظ ويعني خلاص ان انا اتنزلت برضو في انبي عشان امشي اروح العب. كنت انا وكابتن حلمي طولان مش اخر فتره مش احسن حاجه، مشيت رحت سموحه. من سموحه اول يوم رحت عملت كشف الطبي وبتاع تمام، ومفروض ان انا اخش الماتش اللي بعديه يعني الماتش والعب، جالي كورونا اول يوم. قعدت اول واحد يجيله كورونا يقعد شهر ونص مش عايزه تروح. بعدين رجعت جالي مزق في الخلفيه كده، السنه خلصت. قعدت 3 شهور، رجعت بقى لعبت كام ماتش فما كنتش انا مستريح برضو، فالسنه خلصت ومشيت. طيب الاهلي فاوضك لما انت كنت فادي دجله بالتحديد بعد اول سنه او اول 6 شهور لما انت كنت تروح المنتخب، ليه ما رحتش الاهلي ساعتها؟ لا ما هو برضه مش هي المفاوضات مش مفاوضات جديه للدرجه، يعني كان بيبقى كلام وبيكلموا النادي وبتاع، بس انا عارف ان في كلام رسمي راح لمستر ماجد سامي وقتها وهو رفض. كلام رسمي بس ان انت داخل تخلص حاجه وان انت تتكلم حاجه، والاهلي لما بيعوز حاجه بيخش يخلص، لما بيبقى عايز حاجه مثلا لعيب معين عايزه خلاص بيخش يخلص فيه، فلما بيكون في كلام وبتاع يعني الموضوع ما وصلش لحد ان هو يخلص، كان كلام من بعيد لبعيد جس جس نبض. وما قعدوا معك؟ لا برضو كلام يعني في التليفون كلام بس، زي برضو وانا في الجونه كان يعني كلام، بس هو الموضوع بقى جد في الاخر وانا في الجونه، بس انا كنت خلاص يعني اتجهت ان انا رايح نادي الزمالك. رغبتك حسمت خلاص. طيب عايز اكلمك بقى عن صديق عمرك كابتن علاء علي رحمه الله عليه، انا عارف ان هو كان من مقربين ليك، واخر يوم ليه قبل ما يتوفى كان موجود معاك والخبر كان صادم جدا ليك. لا علاء ده طبعا عشرة عمر، كان معايا في الجيش سنتين، ولما مشينا انا وهو الدجله مشينا مع بعض، يعني هو سبب من اسباب ان انا اروح معاه وادي دجله. ده بقى يعني معايا في الاوضه، معايا في اي حاجه، في جيم، في خروج، في بتاع، اما يكون الانتيم بتاعك في كل حاجه، في النادي وبره، في سفر، في كل حاجه، الموضوع بيبقى صعب. الله يرحمه طبعا. والخبر لما جالي طبعا كان هو معايا قبلها بيوم بالليل، وقعد معايا مثلا بتاع 6-7 ساعات ومش عايز يسيبني وبتاع، الموقف نفسه اصلا يعني انت تفتكره صعب قوي. وبعدين بقى عرفت الخبر، كان عندنا ماتش ودي كنا بنلعب وادي دجله برضو وانا في انبي، عرفت الخبر طبعا، سبت كان ماتش، سبت الماتش ومشيت، وده من الناس اللي اتزعل عليها بصراحه. ربنا يرحمه يا رب كده ويجمعنا بيه على الجنه ان شاء الله. عايز اكلمك بقى عن افضل فتره انت انضميت فيها للمنتخب، انت انضميت 3-4 معسكرات، 3-4 معسكرات دي كان فيهم مهاجمين كتير جدا،
ايه افضل فتره فيها، كانت مع كوبر ولا شوقي غريب؟ لا مع كابتن شوقي غريب دي الفتره، الثلاثه التانيين كانت تجمعات، ودي الفتره الرسميه يعتبر ماتش رسمي، لعبت الماتشين خدت فرصه يعني فيهم، ماتش واخد فيه شوط وماتش تاني واخد فيه بتاع ربع ساعه، هو لو دقيقه وانت بتلعبها في المنتخب دي شرف طبعا. عرفه عايز اعرف منك بقى، مين المدرب اللي اثر بالسلب في تجربتك واثر بالايجاب؟ يعني واحد اثر بالسلب وواحد اثر بالايجاب. يعني كابتن حلمي اثر بالسلب طبعا عشان راجع من اصابه، اصابه كبيره جدا، صليبي وغضروفين، ويعني كانت اصابه صعبه قوي ان انا ارجع بسرعه، بس انا من النوع اللي بتمرن كتير وبتاع، فرجعت بسرعه، ما وقفش جنبي ان انا راجع لسه، ما ادانيش فرصه يعني، او ماتش اللي لعبته حكم عليا لا لسه ومش عارف ايه، يعني ده اثر بالسلب بالنسبه لي عليا. بالايجاب يمكن كابتن ايهاب جلال جه غير الفرقه وغيرني طريقه لعبنا وطريقه لعبي. هو ليه المدربين بيحكموا عليك او على اللعيبه ان القوه الجسمانيه بتاعتها كويسه في الملعب ان هو يبقى مهاجم محطه؟ ليه دايما بيعتمد عليه ان هو بلغه الكوره يزحلق الكوره براسه وخلاص على اللونجين؟ ليه ما بيطوروش انه يشتغل بوشه للجون، انه يطور في الحته المهاريه؟ ليه دايما احنا بنعتمد على ده؟ واعتقد انت ده عانيت منه كتير. طبعا مع المدربين اللي قبل كده طبعا عانيت، ان انت لا انت مستك في كذا، انا عايزك ما تطلعليش بره الصندوق، ما يعني بتبقى يعتبر مالكش لازمه قوي غير في جوه ال 18. لكن كابتن ايهاب جلال لما جه بصراحه هو غير حاجات كتير فيا بصراحه، يعني قال لي لا انا مش عايزك كده، انا عايزك تتحرك كذا وتعمل وتقطع وتعمل، يعني غير طريقه لعبي خالص. فنيا خلاك للافضل. لا غير طريقه لعبي وجبت جوان بالطريقه دي مع كابتن ايهاب كتير يعني. بص انا هقول لك اسماء وهتقول معاهم موقف او كلمه، ماشي؟ نبدا بشيكابالا، هتقول كلمه يعني مثلا شيكابالا الاباتشي، او موقف بينك وبينه. موقف بيني وبينه موقف وانا في الجونه، كنا احنا كسبانين 2-1 وانا كنت خارج اخر 3 دقايق، فراح زقني وحصلت مشكله يعني بيني وبينه وزقني، بس كان اول كلام معايا كانت الموضوع ده، هو جالي بعد الماتش اتاسف لي وبتاع، بس ده يعني اول موقف كان بالنسبه لي مع شيكابالا. ما انت اكيد برضو كنت ماشي على مهلك خالص. اكيد 2-1 واخر دقيقتين كسبان نادي الزمالك في الجونه، ف كان معاك كمان جمال حمزه جالكوا في الجونه من الاهلي. كان جالنا جالنا سنتين بصراحه، كان اول سنه دي قبل ما يروح الاهلي، لا كان غير الفرقه تغيير شامل، لا هو لعيب كبير. هو جالكم من الاهلي ولا راح من عندكم للاهلي؟ لا جالنا الاول وبعد كده طلع من عندنا، راح الاهلي ورجع تاني. رجع الجونه تاني. استغربتوا ان هو يجي الجونه اصلا من الاول وبعدين موقف الاهلي وبعدين يرجع تاني؟ هو انا استغربت ان هو يجي الجونه من الاول، ولما يعني لما جه الاول انا قلت بقى يعني اكيد جاي اخر سنه وسنتين، لا جه ما شاء الله كان ساعتها نجم الفرقه. نجم كبير. وساعتها الاهلي طبعا خلص معاه ورجع، طبعا التجربه ما كملتش ورجع تاني الجونه عندنا. رجع تاني الجونه. طيب جنش موقف معاه؟ لا جنش مواقف كتير. اكتر موقف انت استغربته بقى؟ لا اكتر مواقف معاه انا وهو ركبنا، يعني كنا كل يوم حد يجي ياخدنا بالمكنه نروح التمرين في نادي الزمالك طبعا، دي مواقف صعبه قوي. طيب عبد الواحد السيد؟ لا كابتن عبد الواحد بقى في السفر وكنا احنا عاملين طبعا الرجيم، ف كان هو يعني نجيب الاكل وبتاع واحنا عاملين ريجيم وبتاع، ارجع الاقيه واخد الاكل من عندي ومخبيه. هو بياكله؟ لا بيخبيه عشان احنا ما ناكلش. فمواقف كتير بصراحه، بس مش يعني مش متذكر كام حاجه كده. كابتن شوقي غريب؟ مواقف مع كابتن شوقي، لا هو لما جه طبعا اخدني وقال لي انت هتلعب الماتش وما تقلقش والناس دي، يعني كان ساعتها فرقه السنغال فرقه تقيله، يعني كل امور ساعتها ما كانتش فيه مواقف فنان بس. لا فتح الله؟ لا فتح الله مواقف كتير برضو. ايه اكتر موقف ما تنساهوش؟
اكتر موقف ما انساهوش في طلائع الجيش، كان هو يعني كنا احنا في فتره وحشه قوي وانا كنت مصاب عندي الخلفيه، فكان لازم العب الماتش ده وانا ممزوق، فاخدت حقنة عشان العب، كان لازم الماتش، احنا كنا في موقف وحش قوي، فكنت بقعد اقول له فتح الله يعني ما تلعبليش عشان انا ممزوق، كان ما تلعبليش في مساحه، العب لي في رجلي، فكل كوره تجيله يحطها لي في مساحه، كنت بجري برجلي واحده. طيب محمد صلاح، محمد صلاح ما يعني ما يعني حضرته بس في المنتخب، في المنتخب الفتره دي كان لسه برضو مش كان كلام مش كتير قوي، بس ما كمواقف ما حصلش موقف يعني. طيب احمد شكري، لا شكري ده اخويا برضو. تضحك ليه؟ عشرة عمر برضو، اربع سنين في انبي وبعدها بقالنا فتره كتيره يعني مع بعض، فبيننا مواقف برضو كتيره قوي يعني. فاش تضحكي ايه؟ لا دي تعديها دي. ميدو، ميدو يمكن هو برضو لما جاء برضو وادي دجله طبعا كان عايز يطبق خطه لعب اللي هي تبدا من تحت تجمع لعب في طريقه معينه عشان تسحب الفرقه عليك. يعني هو اول ما جه بصراحه يعني حتى انا معاه رحت المنتخب الفتره بتاع دجله دي، كان بيضغط ورايا على طول، بيمرني تمرين لوحدي الفتره بتاعته دي، بصراحه غير برضو في طريقه لعبي حاجات كتير. اخيرا كابتن عصام الحضري، كابتن عصام طبعا اسطوره، ما حضرته في وادي دجله، لا الراجل ده يا جماعه اكتر واحد شفته بيتمرن في حياتي يعني، اقوم الصبح الاقيه بيتمرن، بعد الظهر بيتمرن، لا من الناس اللي بصراحه شفتها بتتمرن كتير قوي وكان يستاهل اللي وصل له يعني. انت لحقت مالودة في وادي دجله ولا كان بعد كنت انت مشيت وهو جه؟ لا انا كان هو مشي وانا وانت جه. طيب مين افضل لاعب في مصر دلوقتي؟ دلوقتي بس الفترة دي مش عشان انا كنت بره فمش متابع قوي، بس اللي انا بشوفه بحب لعب ابراهيم عادل في بيراميدز، يعني عبد الله السعيد على فترات اللي كان قبل ما يتصاب، رمضان افضل مدرب، افضل مدرب اجنبي ولا اجنبي او مصري اللي انت عايزه؟ انا شايف كولر. افضل حارس؟ انا شايف محمد شناوي الاهلي. محمد شناوي. طيب افضل لاعب وسط؟ حمدي فتحي بالنسبه لي انا رقم واحد عشان لعبت معاه وعارف طريقه لعبه، لا حمدي فتحي في حته تانية. طيب الاهلي خسر رحيل حمدي فتحي ولا قدر يعوضه بالتعاقد مع امام عاشور من وجهه نظرك؟ بص هو الاهلي عنده كده كده يعني ديانج وعنده مروان عطيه والسوليه كريم نيدفيد رجع، عنده ناس بالنسبه للفرق اللي في الدوري، لا هو عنده برده مهما كان لو مين مشي عنده بدائل كتير، فبالنسبه له حتى امام طبعا هيضيف لهم لعيب كبير، فالاهلي مش هيحس بتغيير يعني بعد رحيل حمدي. امام اضافه للاهلي؟ اضافه كبيره، لا لعيب كبير بصراحه، سنه صغير، عنده غير حمدي، بيعرف يكمل، مهاري، تقدر تلعبه باك رايت، تقدر بيلعب في كذا حته في الملعب، فلا هي اضافه كبيره للاهلي. جاهز للفقره الثانيه؟ جاهز. نروح للفقره الثانيه مع عرف السيد. بص بقى الفقره دي هقول لك، هسالك سؤال وانت هتجاوب عليه وهترفع الورقه انت واحساسك بقى. ماشي. وترفعها للناس. ماشي؟ ماشي. تحب النوم ولا السهر؟ النوم. تحب النوم. طيب ارفع ورقة من الاتنين. ماشي. تحب الساحل الطيب ولا الساحل الشرير؟ الشرير. تحب الشرير. طيب ارفع ورقة. ايه؟ يا سلام عليك وعلى احساسك. شرير؟ لا بعدين هنعرف. ملتزم ولا خاربها يا كابتن؟ ملتزم طبعا. استنى لسه ارفع ورقة. خلينا انا ليش اشول. الله عليك. لو رجع بيك الزمن كنت هتروح الزمالك ولا الاهلي؟ انا ولا ده سؤال يعني كده في الاخر بقى، كنت هتروح فين؟
جاوب الاول. الزمالك. طب ارفع. نزل. شيل اللي على عينيك دي. بص اجاباتك. اوف. ملتزم وبتحب النوم وتحب الساحل الشرير وكنت هتروح الاهلي اهو. اجاباتك صح بنسبة كام في المية؟ ده الوحيد اللي قالش. ده كده بنسبة 100% احساسك عالي. ليه؟ الاهلي غلط. الاهلي غلط؟ جاهز بقى للفقرة الثالثة؟ جاهز. فقرة الأسئلة السريعة. نروح للفقرة الثالثة مع عرفة السيد. الفقرة دي بقى أنت ما تفكرش، جاوب على طول. ماشي؟ ماشي. طيب. راني يوسف ولا غادة عبد الرازق؟ غادة عبد الرازق. طيب، روبي ولا شاكيرة؟ شاكيرة. مي عمر ولا مي عز الدين؟ مي عمر. أنت إجاباتك حاضرة. منى شلبي ولا منى زكي؟ منى زكي. طب يسرى ولا إلهام شاهين؟ إلهام شاهين. فيفي عبده ولا هياتي؟ فيفي عبده. خمسة ما. درة ولا ياسمين صبري؟ ياسمين. طيب هنا الزاهد ولا منى فضالي؟ هنا. طيب عبير صبري ولا نرمين الفقي؟ نرمين. أمينة خليل ولا دينا الشربيني؟ أمينة خليل. طيب نخش بقى على شيكابالا ولا محمد رمضان؟ شيكابالا. نمبر 1؟ شيكابالا. أمير كرارة ولا محمود فتح الله؟ فتح الله. من أنهي اتجاه؟ من اتجاه صاحبي. ويجز ولا جنش؟ ايه ده؟ معلش يا جنش، ويجز. ويجز. علي ربيع ولا أفشة؟ أفشة. محمد هنيدي ولا أحمد سامي؟ هنيدي. بيومي فؤاد ولا حلمي طولان؟ بيومي. ميدو ولا ماجد الكدواني؟ ميدو. طب جعفر العمدة ولا رفاعي الدسوقي؟ جعفر. بيت الروبي ولا مستر اكس؟ بيت الروبي. طيب احمد فهمي ولا رامي صبري؟ رامي صبري ايه؟ صح؟ ممثل. لا رامي طبعا. طيب شكري، احمد شكري ولا قصقص؟ شكري طبعا. سطلانة ولا التالتة يمين؟ التالتة يمين. عصام الحضري ولا عم دهب؟ عصام الحضري. طب ايه الفرق ما بينهم؟ لا عصام الحضري اسطورة بالنسبة لي. انت عارف انا بقارن ما بين ايه؟ ايه؟ عم دهب. ايوه عم دهب. طبعا بالنسبة لي هو. لا على الحضري. شهاب الدين احمد ولا حمو بيكا؟ شهاب. طيب احمد حسن ولا كريم عبد العزيز؟ كريم. بحب كريم. انت قد كلامك ده؟ بحب كريم. تعرف الصاري لو شافك يعمل ايه؟ لا كريم، بحب كريم عبد العزيز قوي. طيب تامر حسني ولا عمرو دياب؟ عمرو. الاحمر ولا الابيض؟ شايفنا لابسين ايه؟ ابيض. 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 عارفه كده يعني فقرتنا خلصت وحلقتنا خلصت. اتمنى ان انت تكون اتبسطت، واتمنى ان الناس تتبسط من الحلقه دي. يا رب تكون حلقه لذيذه وما تكونش تقيله على حد ان شاء الله.